وفي مستجدات الهدنة المرجوة، أفادت مصادر الحدث بأن حركة حماس اشترطت انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من غزة قبل التوقيع على اتفاق الهدنة، بينما ما زالت إسرائيل متمسكة بالانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان فقط. وقالت مصادر الحدث إن حماس طلبت أيضا بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بينما تحدثت إسرائيل عن هدنة مشروطة أو محددة الوقت. إلى ذلك تمسكت الحركة بعودة جميع النازحين دون شروط، في حين طالبت إسرائيل بعودة الأطفال والنساء والرجال فوق 50 من العمر فقط. نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن رد حماس الذي سلمته الليلة لمصر وقطر يعني رفض الحركة لمقترح وقف النار في غزة الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفقا للصحيفة، اطلع رئيس المخابرات الإسرائيلية الموساد على تفاصيل رد حماس، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الحركة غيرت المقترح بأكمله. وعلى صعيد الأممي، خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في المراحل المبكرة من حرب غزة. واستنادا إلى نتائج تقريرين متزامنين حول هجمات كل من حماس وإسرائيل، قالت لجنة التحقيق الأممية إن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين. واتهمت اللجنة إسرائيل بإعاقة تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها إليها وإلى الأراضي الفلسطينية. وأضافت أن إسرائيل هجمت مرارا طرق الإجلاء والمناطق الآمنة في غزة، معتبرة أن أوامر إجلاء السكان التي صدرت عن إسرائيل كانت غير كافية وحتى متناقضة. ومن دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا الآن لمتابعة التطورات الميدانية هناك مراسل حدث أسامة الكحلوت. أسامة، مساء الخير لك، كيف تبدو الأوضاع الآن؟ نعم، منذ ساعات عصر هذا اليوم الجيش الإسرائيلي استهدف عدة منازل في منطقة وسط قطاع غزة، كان آخرها استهداف منزل في منطقة مخيم البريد وسط القطاع. هذا الاستهداف لهذا المنزل خلف سقوط ضحيتين وعدد من الإصابات في منطقة مخيم البريد، بالإضافة لاستهداف منزل آخر في منطقة المغراقة. هذا الاستهداف لهذه المنطقة ولهذا المنزل المحاذية لنقطة أمنية إسرائيلية أقامها الجيش منذ بداية الحرب على قطاع غزة خلف سقوط 5 ضحايا أيضا وعدد كبير من الإصابات. نتحدث هنا على أن اليوم كان هناك حالة نزوح جديدة من المنطقة الغربية لمدينة رفح خاصة، وأن الدبابات الإسرائيلية اقتربت كثيرا من أماكن الخيام وأماكن النزوح وأماكن السكان في المنطقة الغربية، مع العلم أنه كان يوجد في هذه المنطقة الغربية تحديدا لمدينة رفح ما يقارب من 500,000 نسمة، ولكن اقتراب الدبابات لهذه المنطقة بشكل مفاجئ بعد تدمير كل منطقة القرية السويدية في المنطقة الغربية لمدينة رفح ومسحها بالكامل. تكون في هذه القرية مقارب من 6,000 نسمة الآن دمرت بشكل كامل، والدبابات اقتربت من المنطقة الفاصلة بين مدينة رفح وخان يونس، فيها عدد كبير من الخيام، وبعد قصفها بشكل عشوائي أدى هذا القصف إلى نزوح العائلات باتجاه منطقة نواصي خان يونس. يعني الاستهدافات المدفعية متواصلة في أكثر من مكان وأكثر من محور، كانت أبرزها منطقة شرق مخيم المغازي البريج شرق مدينة دير البلح، بالإضافة لمنطقة حي الزيتون التي تعرض لتوغل إسرائيلي وقصف مدفعي منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة. بالإجمال القصف المدفعي لم يتوقف عن كثير من مناطق قطاع غزة، بالإضافة للاستهدافات الإسرائيلية متواصلة، بالإضافة لأننا اليوم شاهد حركة نزوح جديدة لم تكن قبل خلال الأيام الماضية، ولكن بسبب كثافة الاستهدافات في منطقة مدينة رفح خاصة وأن الدبابات الإسرائيلية تتقدم بشكل ملحوظ داخل وسط مدينة رفح أدى إلى حركة نزوح جديدة باتجاه مناطق التي قال الجيش على أنها آمنة مثل منطقة نواصي خان يونس ودير البلح. شكرا جزيلا لك أسامة الكحلوت مراسل الحدث من دير البلح وسط قطاع غزة على كل هذه الإيضاحات. وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أثناء لقاء نظيره القطري بالدوحة، وصف بعض الملاحظات التي وضعتها حماس بشأن مقترح الهدنة بالقابلة للتنفيذ، قائلا بالوقت ذاته إن حماس كان عليها القبول بالمقترح كما هو. مقترح الرئيس بايدن أفضل فرصة على الطاولة لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، إذ يضمن المقترح إطلاق سراح المحتجزين ووضع مسار لإنهاء الحرب،
تلقينا رد حماس على المقترح، وقد اقترحت تغييرات بعضها قابل للتنفيذ، وبعض مطالب حماس بشأن الصفقة المطروحة لا يمكن تلبيتها. كان على حماس القبول بالمقترح المطروح على الطاولة كما هو. من جهته قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن توصل لاتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة يتطلب تنازلا من إسرائيل وحركة حماس. كما ذكرنا في عدة محطات سابقة، مثل هذا الاتفاق يأخذ الطرفين أن يقدموا تنازلات إلى حين الوصول إلى تسوية مناسبة والوصول إلى اتفاق. فنحن في دولة قطر مع شركائنا ملتزمون بجسر الهوة ومحاولة حل هذه الفروقات في أفضل وسيلة لإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. نوجه رسالة للجميع أن كل يوم نخسره في هذا المجهود هو خسارة للأرواح ولأرواح المدنيين والأبرياء. يعني خلال الأشهر الثمانية الماضية للأسف نرى الكارثة تزداد يوما عن يوما، ونرى مزيد من الضحايا خصوصا من المدنيين سواء كانوا الأطفال والنساء في قطاع غزة. ولا شك أن يجب علينا أن نقف بموقف واضح نطالب بإنهاء هذه الحرب. نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين قولهم إن حركة حماس تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة من أجل الموافقة على اقتراح هدنة تدعمه واشنطن. من القاهرة ينضم إلينا لمناقشة هذه التطورات الدكتور صبحي عسي، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير لك دكتور صبحي، أهلا بك معنا في الأخبار الليلة. يعني بدأت أول بأول تظهر التعديلات التي طلبتها حركة حماس للمقترح بايدن أو حتى المقترح الإسرائيلي، ولكن بطبيعة الحال هناك وصف يأتي من إسرائيل بأنه هذه التعديلات وكأنها انقلاب على كل هذه المبادرة. هل فعليا ما يتم تداوله الآن أصلا يعتبر انقلابا أو رفضا من حماس أم لا؟ يعني مساء الخير سرارة، يعني أنا لا أتصور طبعا أنه انقلاب، بل هو في الحقيقة فيما أعتقد أنا أنه محاولة لإفراغ هذا المقترح من مضمونه أو وضع بعض العراقيل التي تجعله غير قابل للتنفيذ، أو أن الطرف الآخر بالضرورة سيرفض ذلك. هذا حدث على الجانب الإسرائيلي، وبعض التسريبات الإسرائيلية تقول أن هذا يعتبر رفض، لأن حماس بعض الشروط التي وضعتها أو على الأقل كما قال وزير الخارجية الأمريكي أن بعض الملاحظات يمكن أخذها في الاعتبار، إنما هناك ملاحظات لا يمكن أخذها في الاعتبار. حين تضع حماس رزمة هذه التعديلات بكل ما فيها، يتعرف أن الطرف الآخر بكل تأكيد لن يقبلها، خاصة وأن الطرف الآخر طرح هذه المبادرة على طريق التيكت أور ليفت، يعني إما أن تقبلها وإما أن ترفضها. وأن المقترح كما أشرت حضرتك في البداية هو مقترح إسرائيلي في الأساس تبنته الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا في حد ذاته أنه مقترح إسرائيلي كافي لكي تضع حماس كل هذه العراقيل قدام قبول هذا المقترح، بحيث أنها إذا نفذت لها هذه المطالب تخرج أو تستطيع أن تخرج لتقول أنها انتصرت وأنها عدلت هذا المقترح وأنها لم توافق على الاستسلام للرؤية الإسرائيلية الخالصة التي عرضتها في هذه المبادرة. فلا يمكن تصور منذ البداية أن حماس ستوافق على مقترح إسرائيلي معناها استسلام بالنسبة لها، وهي التي تبحث وما زالت تبحث حتى هذه اللحظة على بين قوسين صورة الانتصار، لابد أن تخرج منتصرة. إذا وافقت على هذا المقترح على ما هو عليه معناها أنها استسلمت لإسرائيل. الأمر الثاني أنها تعرف جيدا أن أيضا الرفض التام والواضح لهذه المبادرة التي تتبناها الولايات المتحدة الأمريكية وعديد من الدول وحصلت على موافقة من مجلس الأمن سيكلفها الكثير، وهنا طرحت الملاحظات أو الاقتراحات التي تريدها بحيث أنها تفرغ هذا المقترح من مضمونه بحيث يرفضه الطرف الآخر، وتحاول هنا أن تصدر الكرة إلى ملعب الطرف الآخر. بس يعني إفراغ المقترح من مضمونه دكتور صبحي ألا يفهم أنه رفض، وبالتالي بغض النظر عن موقف إسرائيل بهذه الحالة تكون حماس رفضت؟
يعني فعليا قد يكون ذلك، ولكن هنا ايضا لابد ان يعني نؤكد او نشير الى ان ذلك تطور من جانب حماس في التعامل مع هذا المقترح، انه هذا المقترح الرفض الواضح ليه معنى تكلفه عاليه في الحقيقه على الحماس وعلى الفلسطينيين، خاصه في ظل الموقف الذي اعلنه اكثر من مره وزير الخارجيه الامريكي ان هذه هي الفرصه الاخيره، هذا المقترح سخي، هذا المقترح كذا، وطالب بانه لابد من قبول هذا المقترح باعتباره هو الورقه الوحيده المطلوبه، فلم يكن متصورا انه حماس ترفضه بشكل واضح كما رفضت أو تعاملت مع مقترحات سابقة. ومن هنا حاولت حماس أن تتحايل على هذا الموقف بأن تطلب مزيد من الاقتراحات بما قد يظهر لها أو يمكنها أن تظهره أمام الفلسطينيين أو أمام الرأي العام في أي منطقة على أنه انتصار وأنها لم تخضع كما قلت لهذه الرؤية بشكل واضح. نعم ربما يفهم البعض على أنه رفض وهي تريد أن ترفض هذا المقترح، ولكنه رفض مقنع أو خلينا أقول دبلوماسي في هذه اللحظة أكثر من التجارب التي مرت سابقا والتي كان الرفض فيها واضحا. وهنا يمكن أن يبنى على ذلك الموقف أنه حماس، وأتصور مرة أخرى أن ما قال وزير الخارجية الأمريكي أن بعض الملاحظات يمكن أخذها في الاعتبار، هذا مكسب وسيعتبر مكسب في كل الأحوال لجانب حماس لو تم أخذ هذه الاعتبارات مهما كانت أهميتها، سواء كانت مهمة جدا أو هامشية، وتم إهمال الطرف المقترحات الأخرى، لأن هذا تفاوض يمكن أن تطرح عديد من النقاط ثم تحصل على بعض هذه النقاط، وأتصور أننا في الطريق إلى ذلك. بس أساسا يعني هو صح مقترح إسرائيلي كما قال بايدن، ولكن من الأساس وصف هذا المقترح بأنه يميل إلى تلبية مطالب حماس بشكل أساسي، ففعليا اليوم كم يمكن لإسرائيل أن تقبل أي تعديل من جانب حماس ولو أعرب بلينكن عن ربما إمكانية أن تقبل بعض الطروح الموجودة؟ يعني خلينا ننطلق في البداية من أنه هذا المقترح صار أمريكيا الآن وتتبناه الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تدفع أو تؤمن له موافقة من كل الأطراف، هذه نقطة جوهرية ومهمة في هذا الموضوع. الأمر الثاني أنه بالنسبة لإسرائيل تعلم تماما أنه لم يتم الموافقة على هذا المقترح بمبدأ تيكت أور ليف إت قولا واحدا. الاقتراحات التي ستكون هامشية أو يمكن التفاوض حولها بحيث لا تفرغ هذا المقترح من مضمونه الأساسي الذي يحقق المصلحة الإسرائيلية ستوافق عليه إسرائيل تحت الضغط، كل الضغوط التي تحدثنا عنها التي يتعرض لها بنيامين نتنياهو. وهنا مرة أخرى أقول أنه يمكن الوصول إلى تاني أرضية أو نقطة مشتركة أو مساحة مشتركة بين ما تطالب به حماس وما يمكن أن تقبله إسرائيل في ظل الضغط الأمريكي والحاجة الأمريكية إلى تمرير هذا المقترح الذي تبنته الولايات المتحدة الأمريكية، وستجد نفسها في حرج شديد في حال لم يعني توصل هذا المقترح إلى الموافقة عليه، وستحمل أي من الطرفين المسؤولية الكاملة على إفشال هذا الموضوع، وذلك سيكون له تبعات كثيرة في الحقيقة لا يمكن أن يتحملها سواء كان الجانب الإسرائيلي أو الجانب الفلسطيني متعلق بحماس تحديدا. طيب دكتور صبحي، بالتعديلات التي طلبتها حماس والتي نقلناها قبل قليل تقول إنها تريد من تركيا روسيا والصين أن تصبح كذلك دولا وسيطة وحتى ضامنة، هذا ماذا يعني بالنسبة لدور مصر بهذه الحالة وحتى دور قطر؟ يعني هذا ما كنت أقوله من ضمن النقاط التي يعني سيكون صعب القبول بها، خاصة فيما يتعلق بدولة واحدة على الأقل من هذه الدول وهي متعلقة بروسيا. يعني لا يمكن تصور أن الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي بالذات الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تقبل بدور روسي في هذه المعادلة بأي حال من الأحوال. وهنا تاني بقول تاني أنه هذه النقاط أو بعض هذه المقترحات للتفاوض، يعني أنت تطرح هذه المقترحات وتعرف أنها لن تكون مقبولة بحال من الأحوال. بالنسبة للموقف المصري والموقف القطري اللي بيخوضوا كل هذه المسألة منذ البداية في الوساطة ومشي من هذا القبيل، أي تاني طرف يمكن أن يساعد في هذا الموضوع؟ الساعة مفتوحة ويمكن أن تمارس إن كان لدى هذه الدول ما يمكن أن تضعه لتذليل هذه العقبات، سيكون هناك ترحيب به بشكل أو بآخر. وهنا مرة أخرى أعود وأؤكد أن هذه محاولة لإفراغ هذا الموضوع والضغط على جانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي، أن حماس استطاعت أن تفرض نقطة ما وأنها لم تقبل هذا التصور
التطور بشكله المطلق الذي طرحته إسرائيل ثم تبنته الولايات المتحدة. هذه نقطة منها التي سيتم التفاوض عليها، وأتصور أنها إحدى النقاط التي يعني قال عنها وزير الخارجية الأمريكي أنه هي من النقاط التي لا يمكن تلبيتها بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يعني مزيد من الآراء، مزيد من التوجهات، مزيد من المواقف، بما قد يعطل أو يعقد العملية بشكل أو بآخر. بينما الحصر وانحصار الموضوع في الوسطاء الحاليين القاهرة والدوحة وواشنطن هو ما أوصلنا إلى هذه النقطة، ولا يمكن إضافة وسطاء آخرين في هذه اللحظة، خاصة إذا كان من بينهم روسيا. شكرا لك ضيفنا من القاهرة دكتور صبحي عسيل، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.